إيدي العرومة والإسلام جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه وجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه ألف ختمة أخرى طلبا لحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وألف ختمة أخرى طلبا لحفظ ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن والأسرة العلوية الشريفة وألف ختمة أخرى طلبا لحفظ الوطن ودوام نعمة استقراره وأمنه ووحدته الترابية والوطنية وألف ختمة أخرى لقضاء حاجات وأغراض جميع المساهمين والمشاركين والحاضرين في هذا الملتقى من قريب أو بعيد نطلب من الجميع أن يتجمع في هذه الساحة نطلب من الجميع أن نجتمع الكل يقترب بعضه من بعض ونختم هذا اللقاء بدعوة الخير شي حاجة وسي كلمة ديال خويا خويا شرف لي أن أكون من الحاضرين في هذه هذا الملتقى في دورتها الرابعة فهذه الدورة دورة رائعة وأستخدم هذه الفرصة لأقدم تحية محبة وإجلال لأهل تمسولت وأهل تارودانت وأهل سوس عجمان فمعاملتهم حملة طيبة فشكرا لكم جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ الشهري أنا من ماليزيا ولله الحمد تشرفنا بهذا الاتحاد الثقافي والاتحاد العلمي والأهم الاتحاد الديني وهذا مما يحتاج إليه الناس الآن نحو الازدهار تحت شعار فاستبقوا الخيرات خدمة للدين والوطن وأشكر الجميع على من تجشم وعلى من ساهم بشكل كبير وبشكل كثير على تحقيق وإنجاح هذا البرنامج وأشكر الجميع هنيئا لكم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شافيته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا مريضا الا شافيته ولا مولودا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح
إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا حكمك، ماض فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين، اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم متعه بالصحة والعافية وتمام العافية، اللهم ارزقه القوة والمدد، اللهم أجر الخير على يديه وأكر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وبسنه الرشيد المولى الرشيد وكافة أسرته الشريفة. اللهم وتعهدنا برحمتك الواسعة فقي بيئة العلوبة للإسلام جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني. اللهم تغمدهما في واسع رحمتك، اللهم اجعل قبرهما نورا وضياء، واجعلهما بجوار جدهما المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين احفظ هذا البلد الامين، اللهم اجعل في مغربنا الامن والامان والسلم والسلام والخير والبركه. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الامه الاسلاميه للجمع نحو الخيرات والاستباق نحو البركات بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. ايها الاحبه، هناك اخ قادم من هنا يقول بان له ولد ضاع له منذ 2003 وجاء من بعيد لانه وجد وجوه الخير واهل القران، يبكي ويقول يطلب من الله ان يرد اليه فلس كبده ويطمع في تامينكم. فاللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات رده اليه ردا جميلا، اللهم رد له ابنه ردا جميلا. اللهم بحق قولك اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. اللهم بحق قولك وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. اللهم اجمعوا مع ابنه في القريب العاجل، لا يقدم رمضان الكريم حتى تكون قد جمعته مع ابنه. قولوا جميعا امين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كل من كان مريضا او سقيما فشافيه بشفائك وداونا بدوائك. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك يا رب، كل من طلب منا الدعاء حقق له الرجاء، كل من طلب منا الدعاء حقق له الرجاء. ببركة هذه الوجوه النيرة وهذه القلوب الطاهرة وهذه الجباه الساجدة وهذه الأيادي المتوطئة، اللهم يا فالق الحب والنوى أعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى أعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. اللهم يا رب العالمين كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك في هذه المدرسة العتيقة المكرمة، اللهم اجمعنا وهؤلاء الأحبة قريبا في مكة المكرمة، اللهم اجمعنا جميعا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفات وفي منى ومزدلفات، واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح أبناءنا، اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح أخواتنا. يا رحمن يا رحيم عجل لنا بالفرج
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا ربنا قلت وقولك الحق عن الأمة الإسلامية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا المجلس فيه أبناء الأمة الإسلامية، فيه المغاربة والسنغال وإندونيسيا وماليزيا وغيره من الدول المجاورة. اللهم اجمع شمل الأمة الإسلامية، اللهم وحد صفوف المسلمين وارفع رايتهم ووحد كلمتهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا ألف خير، وشكرا للسيد العامل وللوفد المرافق له، وتحية كبيرة للجميع، وعشر الله خطوات الجميع. ومن أنشطة دينية ومن وجوه نيرة ولقاءات كذلك دينية وأخوية، ولذلك جئت لأكرس حضوري في هذه المؤسسة وفي هذه الدورة، وخصوصا أن هذه الدورة حظيت بالرعاية الأولوية لأمير المؤمنين مولانا محمد السادس السلطان. حضر عدد من الطلبة وعدد من العلماء وعدد من الشخصيات، وهذا خير دليل على أن هذا مجلس علم ومجلس ذكر ومجلس أخوة، وفق الله الجميع، وإلى العام المقبل بحول الله. Thank you.
شكرا.